اشتقت لك، اشتقت لك يا مجنون. قل لي انك اشتقت لي، احكي حاجه بقى. هي انا قلت لك اني اشتقت لك. بسببك وإلك بحبك، بحبك. بطل شبه راحت. ما لحقتيها؟ لا ما لحقتها. مين؟ سمية. مين يعني؟ فوت قدامي لشوف. ليش؟ شو ليش؟ ليش؟ لك شبك؟ ليش لتعمل هيك؟ ليش؟ فهمني ليش؟ لك شو عملت؟ أصرف حبك شي، ناقصة من حبك شي. 15 سنة وأنا عم بستناك، 15 سنة وأنا عم بستناك. ليش تعمل هيك؟ لك إيه بس ليه؟ لا تقولوا لي، لا تقولوا لي. أنا حبيتك كل الحب، تركت ورا واحدة قد بناتك. ليش؟ ليش؟ بس ما تقول بس، بس مو بس، خلاص. لك إيه خلاص. يا الله ليش حبيتك يا الله؟ ليش حبيتك؟ ليش حبيتك؟ لك شو قصتكم؟ اللي ساعة واقف، الظاهر ما في حدا جوا. تفضل. ايه شو ما قلتي لي وينكم؟ إلك ولا للديب؟ خسا الديب. 50 كيس تتن. 50 كيس تتن؟ وينهم؟ زينو زينو زينو، لك جمالك داخل عينو، دخيلك داخل لفتاتك. ما بعرف، في عرق جنان بعينكم ما؟ وحياتك ما بستبعد. بس ليش؟ شو اللي مصبرك عليه؟ اه لك بحبه يا سمية، بحبه بحبه. ما
بعد كل شي حكيت لك اياه حبه وهالقتل والضرب ها هذا بالذات اللي مخليني اتاكد انه بحبني وما عدا اي شي تاني وحياه عيني مو حب ابنه الله يعينك على عقلك ما بدخيل عقلك انا لوين يلا السلامة عندي مشوار صغير بوقت الغدا برجع بس ما قلتي لي طلع انس ولا جن يوه يبعت لك الهنا انس وحيات عيونك لك تتهني بهالانس ها الزينو 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 اسمر ومتحال عينو محبوبي من طول حبه ناطر ما بتنام عينه قتيل وأي قتيل أبو مستوفى منا وهذا ليش هذا ليش ولي عليك وعلى أهمتك يا عبد الله ما لحقنا فرحنا فيك ما لحقنا فرحنا فيك لا تدخل على الحبس مرة تانية عملي على أهمتي لما شفته فايش على وش الموت حسيت بدي ارمي حالي عليه يا حرام يا مسكين مو حرام عليه لما شفته عم يضربه ويلفشه على البيت هربت
ولما رحت اليوم لقيته فايش عوش المش. احكي انتي احكي. والله يا ابو محمد سعيد المحامي مغرسته كبيره، بده مصاري كتير. لكن لك فكره حاج منير، ابو اسماعيل بيدبر كل شيء. معلوم. شو كم ابو محمد سعيد عندنا نحن؟ سيك ما خلوني فوت غيره. كتر خيره. وهنا بكسر اجرك اذا بترجعي بتجي لهون مره ثانيه. انت بتغار علي؟ انا بامرك. ماني مصدق انا بدك تروحي وتتركيني. طيب مو بكي، لساتك صغيره والعمر قدامك، وهذا اللي عم تبكي عليه حياتك ما بينبكى عليه. يا حبيبتي انت لساتك صغيره وجنانك لساته براسي، اما انا خلص المكتوب من عنوانه ببال. هيك نصيب. حاجتك بقى. حاجتي على شو؟ ما خلص انحبس ولا بدك يعني انتظره 15 سنة تانية؟ لا حبيبتي العمر ما عاد يتحمل. يلا بلكي ان شاء الله بهالحج الله برد لي قلبي بنسى. طيب وهالبيت كله؟ ما خلص قلنا من الأول، قلنا هالبيت إليك حبيبتي، اعملي فيه اللي بدك اياه. أنا خلاص تعبة ورايحة على الحج، وبدي جاور النبي بلكي الله بيقبل توبتي. معلمتي سامحيني. خلاص حبيبتي نصيب، هيك نصيبي. بس ما كنت بتمنى منك تجي هالضربه. بس وحياتك غلاوتك عندي مو اقل من غلاوته، فلهيك ما فيني الا سامحك يا حبيبه امك.